أزمة وقود حادة تشهدها سامراء أدت إلى خلق ازدحام كبير أمام محطات الوقود من أجل التزود بمادة الغاز التي أصبحت شبه منعدمة في القضاء وسط إهمال حكومي عن معالجة أسباب الأزمة المستمرة لأسابيع. اليوم يجي شهر هاي الأزمة ما تروح، ونوب زايدة هسا قضبت من ويطلعت الشمس أربع محطات قضبت عين السرة ما حصلت، عندنا صلى البابي بين الخلصانات وعلى هالشغلة بزعنا والله بزعنا. ثلاث أيام أقضى بسنة وآخر المطاف يقولوا له خلاص وروح. إيه وهاي معاناتنا والزرعات لا ينباعين ولا تسخمن. أجيب الباذنجانات لا فايدة ولا عايدة. أي والله وهذا معاناتنا. هل شفنا بالحر يقتل وأباد وأهل مود الغازات كل شو ماكو. أزمة الغاز في سامراء أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وأرزاقهم، وذلك بسبب وقوفهم لساعات طويلة أمام المحطات دون حصولهم على مادة الغاز، مع تأكيدات للسكان بأن هناك فسادا خفيا في تهريب هذه المادة خارج سامراء. والله العظيم يعني عانينا بمعاناة مو طبيعية، حتى ما دا نشتغل قاعدين وساكتين ببيوتنا. يجى الصبح لو المغرب مبات نزم سرا ما حصل كل شيء، بل 9 8 ونص بل 10 والله الحاسبه قبطت. الاهليات ترى ما جا ينطون، ينطوهم الحصه ايه جا ينطون يعني شيء محدد، ورا ما نروح احنا جا نشوف الصهاريج شلون تطب عليهم وتاخذ لوريات. ايه لوريات تجي تاخذ وماكو لا رقيب ولا اي شيء. أزمة الغاز في سامراء تعد مؤشرا واضحا على الإهمال الحكومي واستشراء الفساد داخل مؤسسات الدولة بعد عام 2003، يضاف لذلك قيام جهات متنفذة من ميليشيات وأحزاب بتهريب الوقود فضلا عن عمليات البيع في السوق السوداء، وكلها أسباب مجتمعة أدت إلى أزمة وقود حادة عطلت الحياة وأثرت بشكل مباشر على السكان في قضاء سامراء.